أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد لفروض الدورة الثانية، الفرد الثاني للدورة الثانية أو ما يسمى بفروض المرحلة الرابعة بالنسبة للمستوى السادس، هنخدم نموذج من نماذج فروض المرحلة الرابعة للدورة الثانية، يعني الفرد الثاني للدورة الثانية المستوى السادس مادة الاجتماعيات. نموذج القوى على شكل بدأ في صندوق الوصف، استفدوا من نموذج وحد موفق للجميع. بالنسبة للمستوى السادس، احنا مستمرين معكم ان شاء الله في الدروس اللي عتفتكم امتحان اقليمي، دروس بطريقة مختلفة تفاعلية، كذلك نماذج امتحان اقليمية، وان شاء الله ما يكون غير الخير، يجيبوا نقاط عالية. اذا كما قلت لكم PDF عتلقاو، او الفرض على شكل PDF عتلقاو في صندوق الوصف. اذا عندو مكون التاريخ، اذا غنخدمو مكون التاريخ، أصل بخط ما يلي. إذا عندنا صومعة كتبية، صومعة حسان، صومعة الخيرندة. إذا نشوفوا بالنسبة دوب صومعة كتبية، إذا مؤسس صومعة كتبية هو عبد المؤمن بن علي. إذا صومعة كتبية كما كتعرفوا كاينة في مراكش. صومعة حسان، إذا مؤسس هو أبو يوسف يعقوب المنصور. أين توجد؟ توجد في الرباط. إذا صومعة حسان. بقات صومعة الخيرندة، كذلك مؤسس أبو يوسف يعقوب منصور. إذا أين توجد؟ توجد في الأندلس. إذا صومعة كتبية عبد المؤمن بن علي، إذا مراكش. صومعة حسان أبو يوسف يعقوب منصور في الرباط. صومعة خيرالدة أبو يوسف يعقوب منصور في الأندلس. نعم أحسنتم. ننتقل إلى السؤال الثاني. معركة الملوك الثلاثة، هل هي معركة زلاقة، معركة إسلي، معركة واد المخازن؟ إذا معركة زلاقة، إذا معركة الملوك الثلاثة ليست معركة زلاقة وليست معركة إسلي، إذا هي معركة واد المخازن. إذا نوضع هنا علامة هنايا، معركة واد المخازن. إذا معركة الملوك الثلاثة هي معركة واد المخازن. ننتقل السؤال ب. إذا هي معركة الملوك الثلاثة، أذكر أسماء من هم هاد الملوك. كاين متوكل، كاين عبد الملك، وكاين سيباستيان او الملك سيباستيان. اذا نكتبو، اذا كاين المتوكل، اذا المتوكل، اذا بالنسبه كاين كذلك عبد الملك. اذا كما قلنا المتوكل عبد الملك، اذا عبد الملك والملك سيباستيان، الملك سيباستيان ملك البرتغال، الملك سيباستيان، الملك سيباستيان، الملك سيباستيان. نعم. إذا ننتقل بالنسبة للسؤال الثالث. ما اسم الجيش القوي الذي أسسه المولى إسماعيل؟ إذا الجيش القوي الذي أسسه المولى إسماعيل اسمه جيش البخاري. إذا الجيش الذي القوي الذي الجيش القوي الذي أسسه القوي الذي أسسه الذي أسسه الذي أسسه إذا المولى إسماعيل، إذا المولى إسماعيل هو جيش البخاري. إذا الجيش القوي الذي أسسه الملك مولى إسماعيل، إذا اسم إسماعيل هو جيش البخاري، هو جيش البخاري، هو جيش البخاري، هو جيش البخاري. نعم. إذا بالنسبة هذا السؤال ثلاثة، ننتقل إلى السؤال أربعة. إذا بالنسبة للسؤال أربعة، أذكر أو ولون مناطق النفوذ الفرنسي عند استعمار المغرب. إذا ما هي مناطق النفوذ الفرنسي عند استعمار المغرب؟ إذا هي المناطق اللي كاين، مناطق اللي كاين في وسط المغرب. إذا بالنسبة نحاول لونو، إذا كاين عندنا الصويرة، طنجة، الدار البيضاء، سيدي إفني، طرفايا، الدخلة، أسفي، بني ملال، خنيفرة، مراكش، تطوان. إذا كاين الصويرة، إذا كاينة الدار البيضاء، كاين كذلك بالنسبة للطرفايا والدخلة في الجنوب مكيناش، أسفي، بني ملال، تطوان كاينة في شمال المغرب كانت تحت النفوذ الإسباني، إذا مكيناش، مراكش، وكاين خنيفرة. إذا بالنسبة كما قلنا المناطق اللي تحت النفوذ والتي كانت تحت النفوذ الفرنسي عند استعمار المغرب، كاينه المناطق الداخلية، يعني مناطق وسط المغرب، الصويرة، الدار البيضاء، أسفي، بني ملال، خنيفرة، مراكش،
بالنسبة لتطوان في شمال المغرب، طنجة في شمال المغرب، الداخلة كاينة في الجنوب، وكذلك سيدي إفني قريبة من قلميم يعني كاينة في الجنوب. إذا لونا مناطق التي كانت تحت النفوذ الفرنسي، وبهذا نكون سالينا التصحيح ديال هذا النموذج. نتمنى لكم تكون شكرا، وإلى اللقاء.